لا لا ما رفعت دعوة. شلون برفعها؟ البنت ما صار لها أسبوع مقوصة. أدلها أنه أنت بالأخير رح تطيبي تعالي لنرفع دعوة الطلاق؟ مو مناسبة. كتير زعلت عليها جيم. البنت كانت ماتت. شو هالأب يا؟ شو هالأب؟ هذا لا أب ولا شيء. واحد بلا ضمير ما بشوف غير المصاري. هلا مسؤوليتي قدام تشيك صارت أكبر بكتير. ليش؟ ما فيني أترك هالبنت لهذا المجنون. إذا عرف طلاقنا أكيد بيقتلها. طيب شو رح تعمل سواش؟ ما بدكم تطلقوا؟ صار لي فترة عم فكر جيم. أخذت قراري. رح أحكي كل شيء لياسمين. شو؟ بدك تقلها صار لي كل هالفترة عم بخدعك والحقيقة إني أنا متجوز؟ مجبور. الطريقة الوحيدة لأحمي تشيك إني أحكي لياسمين. خليها تعرف. خليها تعرف كل شيء لبين ما أقدر رتب أموري. سواش ياسمين بتتركك دغري. يمكن. بس أنا ما بقى أقدر استمر بتخبئة الحقيقة. يلا أنا رايح. مع السلامة.